مرحبا بكم. إن الواتساب يعد من أشهر التطبيقات التي يستخدمها الكثيرون في وقتنا الحالي ويتابعون تحديثاته، ومع ذلك توجد العديد من الحيل في الواتساب لا يعرفها الكثيرون. هذا ما سوف نعرضه لكم في هذا الفيديو، إليكم 11 حيلة لا تعرفوها عن التطبيق المشهور واتساب. ولكن قبل مشاهدة الفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. 11. تأكيد الرسائل. هل تعرف أنك تستطيع تأكيد كلامك بخط سميك بدلا من الخط العادي، ولكن هذا بعيدا عن الإيموجي، فيكون ذلك بعدة طرق. فمثلا كتابة النص الذي تريد إرساله بين هذه العلامات، عشرا سماع الرسائل الصوتية بصوت منخفض. إذا وصلتك رسالة صوتية وأنت في الخارج وأردت أن تسمعها بصوت منخفض قليلا، ضع الهاتف على أذنك وسينخفض مستوى الصوت تلقائيا. الأمر ليس بشيء صعب ولكنه سيفيد البعض. تاسعا ظهور إشعارات رسائل الواتساب مثل الماسنجر. ظهور الرسائل على شكل فقاعة يكون أفضل بكثير من دخول البرنامج لمشاهدة الرسائل، وللحصول على ذلك يمكنك أن تحمل تطبيق واتساب من على المتجر الخاص وتفعيله. ثامنا إرسال نفس الرسالة لعدة أشخاص وبدون إنشاء مجموعة. إذا أردت إرسال رسالة لعدة أشخاص، كل ما عليك فعله هو دخول الدردشة وتختار رسالة جماعية جديدة، تحدد الأشخاص ثم تضغط إرسال، وهكذا تصل الرسالة فقط للأشخاص التي تريد أن تصل لهم ولا يراها غيرهم. سابعا إخفاء رسائل الواتساب. يتح لك تطبيق الواتساب جزءا كبيرا من الخصوصية. يمكنك أن تخفي صورة حسابك أو الحالة، وحتى يمكنك أن تخفي آخر ظهور لك ورؤيتك للرسائل. كل ما عليك فعله أن تختار الضبط من القائمة، ثم تختار الحساب، ثم تختار الخصوصية وتقوم بتعديلها بسهولة. سادسا كيف أعرف إذا حضرني شخص ما؟ هناك بعض العلامات التي توضح لك إذا حضرك شخص ما، ومنها أنك لا تستطيع معرفة إذا كان هذا الشخص متصل أو رؤية آخر ظهور له، ولا تستطيع رؤية صورة حسابه الشخصي، وكذلك لا تستطيع رؤية حالته. وكل هذا قد يخفيه الشخص بدون حظر، ولذلك أهم علامة أنك إذا أرسلت رسالة لذلك الشخص لن ترى علامة تفيد باستلامه الرسالة. خامسا حفظ سعة تخزين الشبكة. الكثير يعانون من مشكلة استنفاذ الواتساب للكثير من الرصيد، والحل لهذا أن تختر من قائمة الضبط سعة تخزين الشبكة وتختر عدم تحميل أي شيء في حالة استخدام البيانات. رابعا مكالمة من شخص مزيف. مع الوقت أصبح أي شخص يستطيع تفعيل تطبيق الواتساب عن طريق اختيار إرسال رسائل التفعيل، ولكي تحصل على تفعيل مضمون عليك أن تختر مكالمة من الواتساب على الرقم الخاص بك. تكون هذه الأرقام دائما غير متصلة أو غير مؤثرة لو حاولت تسجيلها أو الاتصال بها فيما بعد. ثالثا إيجاد الرسائل المهمة سريعا. إذا كانت تصلك الكثير من الرسائل وتريد الوصول للرسائل المهمة فقط، كل ما عليك فعله هو تحديد هذه الرسائل بنجمة فتصبح رسالة مميزة، ويمكنك الوصول لها عن طريق فتح الرسائل المميزة بعلامة النجمة. ثانيا واتساب بيتا. باختصار هذا التطبيق يقوم بإرسالات تحديثات الواتساب الجديدة قبل إرسالها للنسخ العادية لمعرفة كل ما هو جديد. ويوجد للتطبيق نسخة تجريبية، وفعالية البرنامج على هواتف الأندرويد أفضل بكثير من أجهزة الآي أو إس. أولا وأخيرا قراءة الرسائل المحذوفة. بالتأكيد قد حدث هذا لك من قبل، أن يقوم أحدهم بإرسال رسالة ويحذفها قبل أن تتمكن من قراءتها، ولكن لا تقلق، هناك حيلة ذكية تمكنك من قراءة الرسائل المحذوفة من طرف المرسل على الواتساب. هذه الطريقة تعتمد على تثبيت تطبيقا خارجيا يقوم بحفظ الإشعارات مثل تطبيق Navigation History أو أي تطبيق آخر، وبعد التثبيت سيطلب منك التطبيق حق الوصول إلى الإشعارات على هاتفك، اضغط على السماح، وبذلك إذا أرسل لك شخص رسالة على الواتساب وقام بحذفها قبل أن تقرأها ستجد إشعارين بذلك، الأول أن هذه الرسالة تم حذفها، والإشعار الثاني هو النص الأصلي للرسالة المحذوفة. وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحيل، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.